مرحبا بحضراتكم، والفقره الاولى معانا ومناسبه جميله جدا او مهمه جدا. احنا نبدا النهارده كمان نتكلم عن بدايه العام الدراسي الجديد، وكمان تاثير تحديدا الرياضه على زياده التحصيل الدراسي تحديدا، وازاي نوازن كمان بين وقت المذاكره وفكره ان انا كمان ممكن يعني اربي بطل رياضي عندي في البيت وممكن بعد كده يبقى بطل اولمبي وغيره. فطبعا ملف مهم جدا، خلينا نتكلم في كل التفاصيل دي مع دكتور وسام منير، مدرسه التربيه الخاصه بجامعه مصر. صباح الهنا وبونجور. صباح الفل على حضرتك، طبعا من الشرفانة ومنورانا. ملف مهم جدا الحقيقة، لابد ان احنا نتكلم فيه. والبداية طبعا هنتكلم تأثير ممارسة الرياضة طبعا بخبرتك طبعا الكبيرة على زيادة التحصيل الدراسي. الامر ده لو بنبدأ فيه نتكلم هنبدأ من انهي حته؟ خلينا نقول طبعا كده الاجازه خلصت، بدانا خلاص في الدراسه، فخلينا نقول طبعا لكل اولياء الامور وكل اولادنا واخواتنا من الطلاب عام دراسي جميل وسعيد وكله تفاؤل وامل ان شاء الله، ونتمنى لهم طبعا يستمتعوا بكل يوم دراسي. عاوزين اللي هو الهدف منه العلم والمعرفه مش الشهاده او التخرج بس، فدي حاجه مهمه جدا كنا عاوزين نقولها في البدايه. طيب فكره بقى التحصيل الدراسي مع الرياضه، في للاسف في ناس كتير قوي عندها مفاهيم غلط عن الموضوع ده، بيبقوا شايفين ان الرياضه بس او ممارسه الرياضه بس بتكون في وقت الاجازه او النشاط الصيفي او فتره مفيش تعليم مفيش دراسه مفيش مدرسه، لكن للاسف ده مفهوم غلط جدا، لان كل الدراسات بتاكد ان طول ما الطالب او اي حد فينا بيمارس نشاط رياضي قد ايه النشاط الرياضي ده بيكون له مميزات عظيمه جدا جدا علينا، من ناحيه ايه؟ الناحيه النفسيه، الناحيه الصحيه العامه، الناحيه الاجتماعيه، والناحيه العقليه او الذهنيه اللي هي بين قوسين التحصيل الدراسي. طيب النشاط الرياضي ده هيساعدني في ايه؟ النشاط الاجتماعي، اول حاجه الناحيه الاجتماعيه، سواء لعبه فرديه الطالب بيلعبها او لعبه جماعيه. اللعبه الفرديه زي مثلا السباحه او الالعاب الدفاعيه زي التايكوندو او غيرها، والالعاب الجماعيه زي التنس او كره الطايره او اي حاجه من الحاجات دي. الالعاب دي انا بشوف ان هي مميزاتها ان هي بتعلم التعاون، القياده، مهاره ان هو يكون عنده العمل التعاوني او الجماعي، بقى في رولز او قواعد للعبه بتاعته او الفريق اللي هو عاوز يتعامل معاه. فانا المفاهيم دي اقدر اكسبها لابني من خلال ان هو يلعب اي لعبه من الالعاب دي. الحاجه الثانيه الصحه العامه بقى، بالتاكيد اي شخص رياضي او شاب رياضي او بنت رياضيه بيبان على جسمها القوام، دايما وشها منور، دايما بيبقى الصحه العامه عندها عاليه جدا، مختلفه اختلاف كبير جدا عن البدانه. لو طالب او بنت سمينه شويه بنلاقي عندها مشاكل صحيه بشكل عام، بنحس ان هي عندها خمول عندها كسل. كمان من الناحيه الصحيه فوائد النشاط الرياضي او اي رياضه الانسان بيلعبها من الناحيه النفسيه بنلاقي ان هو ما عندوش اكتئاب، ما عندوش قلق، ما عندوش توتر، دايما بنحس ان هو عنده متحكم في انفعالاته طول الوقت، شخص كده بنحس ان هو فعلا الرياضه بتبقى باينه عليه في تصرفاته وفي كل كلامه وفي كل حاجه هو بيعملها. التحصيل الدراسي بالتحديد فلان ممارسه اي نشاط رياضي له تاثير كبير جدا على الناحيه العقليه والذهنيه. طول ما الواحد بيعمل نشاط في نفس زي ما بيقولوا في نفس سريع، بيعمل نشاط للدوره الدمويه بشكل كبير قوي، بيعلي من وظائف الدماغيه المسؤوله عن الانتباه والتركيز والذاكره والتحصيل. فكل الحاجات دي كل ما يكون فيها نشاط عالي اي شخص وبالتحديد طلابنا طول ما بيمارسوا النشاط ده قد ايه الموضوع ده بيكون محفز قوي جدا عشان يساعدهم على التحصيل الدراسي او الاكاديمي. بس مش اي حد بيقدر ان هو يعني مش هقول يفرد بس يعود ولاده ان هم يحبوا الرياضه اصلا، لان احنا في بدايه او الاعمار الصغيره بيبقى غصب عنهم، بعد كده بيكبروا شويه ممكن اللي بيكمل والنسبه الاكبر ما بتكملش. ف ايه اللي المفروض يحصل من الاهالي عشان يقدروا يخلوا ولادهم لا يكملوا ويبقوا سعداء ان هم ابطال في مثلا رياضه معينه، وفي نفس الوقت ما يجيش على حساب المذاكره؟ لان انت عارفه الموضوع ده ملف مهم عند بعض الاهالي تحديدا. خلينا اقول فينا مزاجين من الاطفال، اما الاطفال الصغيرين اللي هم اوريدي بنبدا نعلمهم على يتعودوا على الرياضه ممارسه الرياضه وهم صغيرين فبيكمل معايا وممكن يفصل معايا شويه، في نموذج تاني اللي هو اصلا ما بيلعبش رياضه ولا هو وهو كبير فبدات ان انا اعلمه نشاط رياضي، في فرق بين الاثنين. طيب انا بشوف ان الام والاب عليهم دور كبير جدا في تعزيز او ان انا اشجع ولادي في انهم يمارسوا رياضه.